السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. شفنا في اللقاء الفات كيف احنا ممكن نخلي الكلاشن تبعنا يطخ اذا احنا ضغطنا على زر الفاير هنا. خلينا نشوف. هاي الرصاص بترمى على الارض، الرصاص المرمى هذا راح يضل مرمى على الارض طول ما اللعبة شغالة، حتى لان لو مشيت وتجاوزت ورحت لما اجي ارجع راح الاقيه موجود على الارض زي ما هو، مش راح يتخلص. وهذا بحمل على اللعبة، الأصل إنه ضله ثانية ثانيتين ويروح. عشان أعمل الكلام هذا راح أروح أعدل على الكود شغلة صغيرة، أقول له اسمع، هذا الرصاصة اللي أنشأناها خزناها في الإنستنس هذه وبعدين أعطيناها قوة، راح أقول له اسمع game object dot destroy، دمر لي إياه. دمر لي مين؟ الرصاصة تبعتي هذه، البولت إنستنس هذه اللي انا مسكتها واعطيتها قوة ورميتها لقدام، دمر لي اياها. طب لو دمر لي اياها مباشرة ما بلحقش اشوفها، راح نقص فاصلة. في خيار تاني غير انه ياخد يدمرها مباشرة، ممكن ايش يدمر لي اياها بعد فترة من الزمن. لو انا قلت مثلا 2 راح يدمر لي اياها بعد ثانيتين، يعني راح يعمل رصاصة ويعطيها قوة ويدمرها بعد ثانيتين. هات نشوف حرف الاس، تعال نجرب الشغل تبعي. هات نلف ونشوف نطخ، تعال شوف الرصاص. بعد ثانيتين راح الاقي انه كل الرصاص منادي، بدي تناديش الجسم هان، بدي تنادي الجيم اوبجكت بعده دوت جيم اوبجكت. هاي سيف لازم عشان يشتغل الداله تبع ديستروي، لازم استدعي الجيم اوبجكت تبع الجسم تبعي. هاي حفظ، والان نشوف نقطة على حرف الاف، وهي الرصاص تبعي. لاحظ الرصاص بعد شوية كله بيختفي، بعد ثانيتين الرصاص البنطلق طلع عليه بيختفي واختفى. فأنا ممكن أطول المدة أو أضيقها على حسب الكلام هذا. النقطة الثانية اللي أنا حاسس فيها إشكالية إنه الرصاص بيطلع بشكل غزير، يعني بشكل كتير غزير، عادة ما بيبقاش زي هيك. طبعا أنا بنفع أعطيله قوة أبعد عشان يطلع أبعد، لكن أنا اللي بعنينها لقيتها الغزارة الرصاص. عشان أخلي الرصاص أقل غزارة، هو ليش بيطلع كتير؟ انا ضغط على حرف السي الاف، لما اضغط على حرف الاف بضله يجي يدخل ضالة الابديت هذا 30 مرة في الثانية، فراح يطلع لي 30 رصاصة في الثانية. راح يطلع ان انا ضغط على حرف الاف راح ينفذ الكود هذا 30 مرة في الثانية، ففي الغالب راح تطلع عندي 30 رصاصة في الثانية، وهذا رقم عالي. علشان اقلل عدد الرصاص اللي بده يطلع، يعني مثلا اطلع في الثانية 10 رصاصات مثلا، راح اعرف متغير استخدم فيه الزمن. راح اقول له مثلا كل فترة من الزمن او كل جزء من الثانية او كل جزئين من الثانية طلع لي رصاصة. راح اجي فوق اعرف متغير واستخدمه عندي في الشغل تبعي. اجي هان المتغيرات العادية، اسميه متغير اسمه فلوت، من نوع فلوت اسف، اسميه مثلا فاير تايم. اي فاير تايم، واعطي له قيمة 0. ونيجي هنا نحط شرط، نقول اوز كمان اذا انا بس ضغط حرف الاف، وكمان الفاير تايم بده يكون اقل من التايم دوت تايم. مين التايم دوت تايم هذا؟ اول ما اشغل اللعبة في عندي كاونت للتايم بضل يعد معي، 1 2 من بداية اللعبة بضل يعد إلى حديت ما أخلص اللعبة تبعتي وأطفيها، يعني حديت ما تطفي اللعبة في التايم دوت تايم بضل يعد معي. فالتايم ده رقم قديش، عادلنا لنا مثلا 5 ثواني شغالين اللعبة، لنا 20 ثانية شغالين اللعبة. راح أجي هنا في الكود، طبعا التايم بيبقى 0 وهذا راح يبقى أكيد أكبر من 0، راح يبقى 7 10 20 ثانية 50 ثانية، فأكيد الشرط هذا متحقق. فراح يجي على حرف الأف، ضغط حرف الأف راح ينفذ لي الكود هذا. راح أقول له اسمع، قول لي انه تايم فاير تايم تبعي فاير تايم بده يساوي تايم دوت تايم زائد مثلا 0.2 اف.
زائد يعني جزئين من الثاني، او خلينا نكتر عشان يبين الامور يعني ابطا فاحنا نلاحظها اوضح، وهي فاصله منقوطه. الان للحظه راح يصير الفاير تايم اكبر من التايم دوت تايم، فراح يجي هن يبقى الشرط مش متحقق، بعد شويه بزيد الزمن فبصير هذا اكبر، يرجع هذا اكبر، فبتحقق الشرط مره ثانيه وبخش. هات نشوف ايش راح يصير في الرصاص تبعي. هاي الرصاص بطلع بضرب رصاصة رصاصة، خلينا نشوف هنا، هاي رصاصة رصاصة. حبيت أسرع الرصاص ممكن أجي هنا وأقول بدل مثلا 0.5 0.2، راح نلاحظ إن الرصاص طلع معي بطريقة أسرع. هاي الرصاص تبعي صار أسرع، تعال نشوف هنا صار أسرع. فأنا هيك ممكن أتحكم في الرصاص تبعي وطريقته في انه يطلع او سرعته يطلع. الان انا عملت الجزئيه الاماميه للرصاص، هذه الجزئيه الاماميه، راح اعمل نفس الكلام بس الجزئيه الخلفيه للرصاص، الجزئيه اللي على الجانب او الجزء الخلفي من الرصاصه تبعتي. علشان اعمله هو نفس الكلام نفسه اللي بيجي هان عندي، نفس الكلام، بدل ما اعمل بوليت فرونت انستنس راح اعمل بوليت سايد انستنس، راح اطلع فوق هنا واعرف متغير كنترول كوبي كنترول في واقول له بوليت بدل فرونت باك انستانس، ونيجي هنا هاي الكود تبعي راح انسخه كله، بقول له نفس الشيء تقريبا، واعدل عليه اللي انا بدي اياه. هاي كوبي لانه نفس الكلام، هايو هنا بدل بوليت فرونت بوليت ايش مالها باك في تنتين ايه بوليت باك انستانس، راح نسخها هذه كنترول كوبي، وراح اغير برضو هان نفس الكلام. اذا وهنا برضو اللي بده يموت بوليت باك. الان صرت كل شغلي في الجزئية هذه على البوليت باك. طيب نشوف هنا اعمل لي انشاء، لا مش بوليت فرينت وفرونت، بوليت باك بوليت باك، هاي اللي بدي انشئها. طيب بدي اياها البوزيشن تبعها مش بولت فرونت بوزيشن، احنا عاملين بوزيشن خصوص لها الباك، فبولت باك بوزيشن ما جابهاش. طيب انا راح امحي هذا كله هيك وخليه يجيب لي لحاله بولت باك بوزيشن دوت بوزيشن، فيش مشاكل عندي هنا. الدوران نفس الدوران اللي زلف لي كلاشن يلف معه، فيش مشاكل. الان القوه اللي بدي اعطي له اياها بقول له اعطي له قوه، القوه تبعتي مش الى الامام الى الجنب، الجنب تبعي عشان اقول على الجنب شقر رايت. شوف في عندنا رايت، في عندنا رايت، والقوه مش 10 لانه في الغالب راح يقع تحتيه في نفس المكان، خلي القوه 2 مثلا قوه ضعيفه، وامبلس تبعي وبعدين يموت. هات نشوف حفظ. الآن اللي عملته هذا هو نفس الفلسفة ونفس المبادئ اللي هنا، بس اللهم غيرت اتجاه الرصاصة ونوع الرصاصة بس. هات نشوف، علم هذا وحرف الاف ونشوف هنا، بيطلع رصاصة من هنا ممتاز ورائع، بس في عندي اشي قاعد بمشي والرصاصة بتطلع بعيدة، الفرصة بعدت شكلي انا اعطيها بعيد، والله في اشكالية في الرصاصة تبعتي كل ما وبنزاح الولد معي. ليش بنزاح؟ الان بنزاح لانه هات نشوف الولد تبعي حرف الاف، هاي الولد علم على البوكس كولايدر، في له بوكس كولايدر صحيح، وينك يا بوكس كولايدر للولد، هاي البوكس كولايدر علم عليه، هاي حدوده. الرصاصه لما كانت تطلع من قدام ما كانتش تخبط في البوكس كولايدر تبع الولد، فكان ما فيش مشاكل. الان الجزء الجانب من الرصاصة راح يطلع هان، راح يخبط في البوكس كولادة تبع الولد، يعني الرصاصة راح تخبط في الولد ذات نفسه فراح تزيحه، عشان هيك انزاح الولد تبعي.
وايش اسوي؟ طيب بدي اقول للرصاصه لو سمحتي لو خبطت، او اقول لليونتي لو خبطت الرصاصه تبعتي في الولد تجاهل عمليه التصادم، ما يخبطوش ببعض كانه هوا ومر من جنبه. عشان اعمل الكلام هذا بدي اجي على الكود، في حاجه اسمها عندي فيزيكس، فيزيكس دوت اجنور، اجنور كوليشن، تجاهل التصادم. افتح القوس، بقول لك انا بدي اتجاهل التصادم، بس حط لي انو تصادم مع انو كاس تصادم، انو كولايدر مع انو كولايدر، انو كولايدر بدي الكولايدر تبع الولد، يعني اقول له ترانسفورم تبعي، ترانسفورم دوت جيت كومبوننت، بدي امسك الكولايدر تبعه واسمي هنا كولايدر، الكولايدر تبع الولد، هذا برجع لي الكولايدر تبع الولد، فاصلة الكولايدر تبع الطلقة تبعتي اللي هي هاي الطلقة تبعتي بولت باك انستنس، كنترول كوبي، بقول له مع البولت تبعتي هذه اتجاهل جيت كومبوننت كولايدر نفس الكلام، راح انسخه كنترول كوبي كنترول في، وهان في نقطة. اذا هذا الكولايدر تبع الرصاصة تبعتي وهذا الكولايدر تبع الولد تبعي، بقول له تجاهل التصادم تبعهم كأنهم ما تصدموش، يعني احفظ الشغل تبعي وهات نشوف الرصاصة تبعتي ايش بده يصير لها. قال لي في عندك ايرور، في فاصلة منقوطة نقصانة، الآن في فاصلة منقوطة يحفظ ونيجي نشوف حرف الاف، لاحظ ان الولد بطل ينزح والرصاصة تبعتي اذا المسافة تبعتها طويلة بينفع نقلل المسافة شوية صغيرة، يعني اجي هنا خلي كأنه بقى على حاله، فالقوة اللي بتاخدها بدل ما واحد المسافة نخليها واحد واحد، يعني ولا حاجة لأنه مضروب في قيمة واحد ولا حاجة، كنترول سيف هات نشوف. هيك صار في عندي كلاشين وقاعد بتطلع الرصاصة وفيش عندي أي مشاكل، بس كل الموجود إن الموضوع إنه الرصاصة مش كتير مبينة، بنفع نروح للولد تبعي نروح للكاميرا تبعته هذه ونرجع شوية صغيرة مثلا عشان نشوف الكاميرا نشوف الرصاصة، هات نجرب الرصاصة بتطلع، بنفع أغير موقع الكاميرا طلعها لفوق شوية مثلا، طلعها لفوق أرجعها لورا شوية صغيرة أعملها شوية دوران، أحاول يعني أجيب زاوية أفضل عشان يبين الرصاص تبعي وهو بيطلع، نشوف هي قاعد بطخ وبطلع الرصاص تبعي. هيك انا صرت قادر ان انا يعني اطلع رصاص وبين معي الشغل تبعه، لو رجعت وراه راح الاقي او قدمت لقدام راح الاقي الرصاص تبعي، بس خليه يخبط في الحيطه مثلا، الرصاص هذا ضعيف واضح راح اقويه وننهي اللقاء تبعنا هذا. علشان اقوي الرصاصه وين ضربناها في 10، احنا اف ضربناها في 10 ممكن اضربها الان في 20، فراح تبقى الرصاصه مشوارها طويل حرف الاس، وعشان هيك راح اطول الفتره قبل ما يموت لانه المسافه راح تقطع مشوار، يعني هي حفظ وهي المجسم، هي الشغل تبع نجرب الرصاصه، واضح الرصاص بيطلع بعيد ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.